ميكرو فريد على قناه انفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. حنا بالضبط في البلاصه اللي غتكون فيها الرحبه ديال الحولي، وكنشكروا عمال جماعه دار بوعزه وكذلك السلطات المحليه لتسهيل على المواطنين وبالاخص ساكنه مدينه الرحمه والنواحي ديالها لاقتناء الكبش ديال عيد الاضحى. وكما قالوا لنا السلطات بان هذه الرحبه غتكون بالمجان. غنشوفوا الاجواء ديال هذه الاستعدادات من طرف عمال جماعه دار بوعزه ومن طرف السلطات المحليه لمدينه الرحمه. بغيتوا تشوفوا الاستعدادات، اجوا معايا.